طبعا من ضمن الجيل بتاعكم الكابتن محمد بركات، واكيد مش هتفلت من الكابتن محمد بركات. احكي لنا بقى موقف من المواقف الطريفه اللي حدثت بينك وبين الكابتن محمد بركات. كلمني برضو وانا قلت له بص انت غريب اصلا، ما بتكلمش حد اصلا، فانت لما تكلمني في مصيبه في حاجه، فانت تكلمني ليه؟ اكيد في حاجه يعني. يحلف لي، قعد يعني ساعه في التليفون يحلف ان انا عايزه، ان هو عايزني في برنامج مش 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 مقلب، هو عايزني في برنامج. يا بركات قال لي لا والله في ده برنامج، واحنا جايبين بعض اللعيبه سيد معوض وابراهيم سعيد وانت عشان انت من الفيوم وشادي، وهنعمل حاجه ان انا اعتزلت وهعمل ايه بعد الاعتزال، تمام؟ وانت من الفيوم، انت بعد ما بطلت كوره اشتغلت في ايه؟ فاحنا جايبينك انت كمان فيوم، فهنشغلك تاجر بط. البطه كنت، البطه سيد بلاها، بطه كنت. افتح بطاريه انارت، تجيب الانارت يا كوته وترميهم في البطاريه. انجز يا سيد. سيد معوض تاجر موتوسيكلات. كل عيل اليومين دول مع ابوكوين عايز يشتري مكان. انت عارف انا كل شهر ببيع كام حته؟ يجي 150 حته. كل واحد له شادي نصاب، ابراهيم سعيد فتح ساونا وجيم والكلام ده، فاكرين كل واحد عمل ايه بعد الاعتزال. كان البتاع ده اتعرض على اليوتيوب. المهم مثلنا وكان فعلا كان تعاقدنا مع منتج وكل واحد المشهد اللي عمله اتفقنا عليه خلاص. وبعد ما خلصنا المشهد كنت انا واخد نص الفلوس، وبعدين المنتج اداني نص الفلوس، وخلاص كان اخر يوم في التصوير ومروحين بقى. فهو جال الاوضه قال لي انت خدت فلوسك؟ قلت له اه. قال لي كام؟ قلت له اهو نص الفلوس اتباعي وبتاع. قال انت عبيط. قلت له ايه؟ قال لي المنتج ضحك عليك. قلت له ازاي يا بركات؟ ده الراجل المنتج حلف لي ان انا واخد فلوس كلها زي اللعيبه كله زي. قال لي لا لا يا عم اشتغلك. مدي سيد معوض مش عارف كام، ابراهيم سعيد كام، وانت المنتج جه سلم عليا وبتاع. رحت انا على طول وسخني بقى، رحت رامي الفلوس لمين؟ للمنتج. وقلت له انت 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 يعني معلش، انت انا قدرت كلمتك ومضينا عقد واحترمت كلمتك، انت بتقلل مني يعني؟ قال لي في ايه؟ انت يا ابني انت مش خدت فلوسك اهو؟ انا ضحكت عليك في حاجه؟ قلت له لا، بس انت ازاي تدي لعيبه تانية فلوس اكتر مني وانت متفق معايا على كذا وقلت لي لا زيك زي اللعيبه وبتاع؟ قال لي مين اللي قال الكلام ده؟ قلت له بركات. قال لي يا جدع انت مجنون، بركات بيشتغلك من العقد اهو بتاع ده. لقيت العود فعلا كلها شبه بعض، لقيت بركات قاعد يضحك بره.